40 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من السكري، والنسبة إلى ارتفاع بحسب التوقعات، وقد تصل إلى 100 مليون شخص خلال 20 سنة المقبلة. السكري نوع الثاني مشكلته هي نقص بفعالية الأنسولين على الجسم، وليس نقص التام بالأنسولين. من هو معرض للسكري نوع الثاني؟ يلي بيعاني من البدانة، يلي بعائلته في سكري، يلي عنده ضغط وكوليسترول، يلي عمره فوق 45 سنة وبقليل الحركة. عوارض السكري هن التبول الزائد والعطش، خسارة الوزن والجوع، غشاوة النظر، الالتهابات المتكررة، الوجع والتنميل بالرجلين. يجب عدم انتظار ظهور الأعراض لفحص السكري، بل يجب أن يتم ذلك بصورة دورية، خصوصاً لدى من هم فوق 45 عاماً. علاجات السكري بالنوع الثاني بتركز على تسهيل عمل الأنسولين بالجسم، وفي الحالات المتقدمة ممكن الوصول إلى استعمال الأنسولين للعلاج. إذا ما عالجنا السكري هيدا بيؤدي لعواقب وخيمة على القلب والكلى والعيون والرجلين. السكري نوع الثاني الوقاية كتير فعالة بالتفادي، والوقاية هي بنظام غذائي صحي وبالرياضة المنتظمة وخسارة الوزن الزائد. 90% من مرضى السكري هم من النوع الثاني، لذلك اتبعوا الخطوات الوقائية لتجنبه لطالما كان ذلك ممكناً.